ما عدلتو والله يكمل بالخير. اذا جينا نحسبوا الدراهم اللي تصرفت على هاد المناسبات راح يلقاوها تعادل راس مال مشروع. واذا جينا نشوفوا غير التصديره نتاع العروسه اللي تتكون من عده البسه وكانك تحضر لعرض ازياء. احساسي يقول انه كل فتاه كان عندها حلم انها تكون عريضه وحققت هذا الحلم يوم عرسها. وما تنساوش الولائم اللي رجعت همه وكل يوم خصها تتميز بصنف، والقاطو ايضا تاع حصة الاسد، والصار الزامي يكون في كل مناسبة، خطبة، سبوع، حج وطهارة، رغم الخسائر اللي راه يكلفها. وفي كل عائلة موجودة ديك الزهوانية اللي تزغرت وتطبل وتغني وتخلي الجو نتاع المناسبة فيه بهجة كبيرة، لكن صار الزامي اليوم انك تدعي كل الطبوع المحلية باش تزهي الحالة. على عليكم هالتكاليف. الفرحة ما هيش إظهار مستواك المادي، الفرحة هي أنك تجمع حبابك، صحابك، جيرانك باش يشاركوك هاد المناسبة.